مرحبا بكم في حلقه جديده من رايون سكرين. دونك كما موجود في التيتر نتاع الفيديو مانيش نعمل ريفيو ولا اناليز نتاع فيلم معين، مي بلوتو باش نحكي على 10 underrated movies كسوا ما عندهمش نوت باهيه في الاي ام دي بي، متوقع اللي هما سوبوزي يكون عندهم نوت بخير، والا ماهمش معروفين جمله في تونس، ولا معروفين في تونس اما مش ماخذين حظهم كما يلزم. الفيديو ماهيش فيديو توب 10، معناها ما فماش ترتيب معين للاسامي نتاع الافلام اللي باش نقولها. دونك من غير ما نطول عليكم، هذم هما الافلام. الفيلم الاول هو وايلد تيرز، الفيلم هذا اسباني ارجنتيني. الفيلم هذا سبيسيال على خاطره سي تالون ميتراج اللي لام دي كور ميتراج عندهم نفس التيم اللي هو الفونجونس. مالغري الفيلم هذا ماخذ 8.1 في الاي ام دي بي، ممكن ما هوش معروف برشا في تونس على خاطر ما يعرفوه كاين لي سينيفيل والا عباد المغرومين بالافلام الاترونجي بصفه عامه، ونحنا في تونس اكثريه ما يوصلنا كان الافلام الامريكان اللي صارت ديستريبيوشن كبيره فيهم والا بليسيتي كبيره فيهم. لاي واحد فيهم باش يتفرج على الفيلم هذايا باش يعجبو على خاطر لي زيستواغ اللي فيه معنا سبيسيال على الاخر، ناكد لكم اللي هما سبيسيال على الاخر. ديجا من الكور ميتراج الاولاني والقصه الاولانيه يول بي هوكت وباش تتفرج عليه وباش تكمله. والحاجه اللي ماهيش ايفيدونت في الفيلم هذا اللي هو مالغري فما دي زيستواغ مختلفين فما اون كورب دو تونسيون تطلع على الفيلم كامل، معناها الاستواغ اللي يبدا بها التونسيون اللي فيها والاستواغ اللي يبقى فيها ماهوش نفس التونسيون، دونك يخلي اللي نحنا مالغري اللي نتفرجوا على دي كور ميتراج ورا بعضهم فما ان فيل اللي يربط ما بين الافلام هذوما. دونك ماذا بيا الفيلم هذا يوصل اكبر عدد ممكن من العباد في تونس على خاطره فريمون يستحق انك تفرجوا فيه. الفيلم يحكي قصة روي اللي هو كاسكادور صار له ان اكسيدون خليه مشلول في السبيطار، يتعرف على الكساندريا اللي هي طفلة صغيرة ويحاول يستغلها باش يخليها تجيب له المورفين باش يعمل اوفردوز باش ينجم يمانيبوليها. قاعد يحكي لها في قصة، دونك الفيلم مقسوم ما بينات الفانتازي نتاع القصة اللي قاعد يحكي فيها وما بينات القصة الواقعية الحزينة نتاع روي. فما حاجتين يميزوا الفيلم هذا، الحاجة الأولى هو كيفاش يلم العالم نتاع الفانتازي والعالم الحقيقي. في العادة كي نتفرجوا على فيلم فانتاستيك توقع فما هكا حاجة نتاع محتاج الدنيا ومحتاج الكل، أما كي تفرجوا في الفيلم هذايا فما داركنس في العالم هذايا وفما تأثر بين العالم الفانتاستيك والعالم الحقيقي، دونك المارياج ما بينات لي دو موند مخدوم بالبنات. الحاجة الثانية اللي هي الخدمة متاع الإيماج مزيانة 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 برشا. لي روبيراج اللي عملوهم في الفيلم حاجات كي تتفرج عليهم تقول باز مخدومين 3D مي اون فيت بلايص موجودين في العالم بالحق، واختاروا البلايص بالمزيان على الاخر. لي شوا متاع لي كولور زاد متاع اللبسة متاع لي اكسسوار، معناها فريمون خدموا في الايماج على الاخر، وبالنسبه لي انا من اقوى الافلام في الايماج في تاريخ البشريه. الفيلم ماخذ 7.9 في الاي ام دي بي، غير اللي هي تتسمى نوت باهيه بالنسبه لي انا يستحق اكثر، وماذا بيها زاد يولي معروف في تونس خاطر مش برشا يعرفوا فيلم دافول. الفيلم الثالث هو بريكسبي بير، الفيلم هذا خرج عام 2017 وما تعرفش برشا مع الكم الهائل نتاع الافلام اللي خرجوا عام 2017 تعرفوا برشا، هذاك علاه نحب نحكي عليه في الليسته هذه. ما يمينيش نجم نحكي لكم على السينوبسيس نتاع الفيلم خاطر فما بتي بلات تويست او الفيلم اللي هو باش يحد باش يقسم الفيلم اون دو بارتي، دونك ما نجمش فريمون نحكي لكم على السينوبسيس. اما نجم نقول لكم شنو هو سبيسيال في الفيلم هذا، الفيلم هذا فيه توش انفونتين حلوه برشا، معناها نتبعوا ان ادولت اللي هو عنده روح ان انفون، دونك نشوفوا الحكايات فاسون مزيانه برشا، والموند اللي هي ان بو سبيسيال غير رياليست مي ان بو سبيسيال. الفيلم ياخذ 7.4 في ام دي بي وبالنسبه لي انا يستحق اكثر، ويستحق انه ياخذ حظه في احسن الافلام اللي تعديها عام 2017. الفيلم الرابع هو فيلم اسمه كراش بالآ مش بالأو. الفيلم خرج عام 2004 ويحكي برشا قصص اللي صايرين اون باراليل واللي من بعد باش يتلاقى. الفيلم اللي تخيط التيم تاع التوليرونس اترافيغ القصص هذوما، سكي في كو يحكي على التوليرونس تاع الغاس نتاع الريليجيون نتاع الناسيوناليتي في امريكا. حاجه نحب نحكي عليها في الفيلم هذا هو المونتاج، الفيلم مخدوم بالمونتاج الدرني اللي خلينا نكتشفوا القصص اون باراليل، اما تلمو من الاول نشوفوا القصص بعاد على بعضهم ما نتوقعوش اللي ان سارتان بوان باش نشوفوا لي بيرسوناج اثروا على بعضهم هكاك، دونك الحكايه هذيا معناها لي تري انتريسونت وتوري اللي هي فما خدمة كبيرة في الفيلم. الفيلم ياخد 7.8 في الاي ام دي بي، نعطيه النوت هذيك بلوز او موان، اما نتصور اللي هو
لازم يتعرف اكثر ولازم يتشرع اكثر خاطر الفيلم الميساج نتاعو مزيان والخدمه نتاعو مزيانه وجو داكتور نتاعو قوي برشا وفما اكتورات برشا معروفين زي بوست تاعهم. الفيلم الخامس هو فيلم ذا دريمرز وكما الافلام الاولانيين اللي قلنا عليهم طياره الفيلم هذا زيدا سي اون كو برودكسيون انترناسيونال ما بين برشا اما الفيلم هذا سبيسيال في ليستا على خاطر ان بو شوكو دونك اكيد الفيلم هذا سي بلوس 18 ans. Fille des thèmes qui m'a l'inceste, puis hajet des scènes que je paye. Donc, il y a un frère qui est le plus important de la film et de كان ما يقلقكش راهو الفيلم هذا طيارة عامة. الفيلم يحكي على قصة ان ايتوديون امريكان مشى يقرا في فرنسا ويتعرف على زوز خوين طفلة وطفل ويمشي يعيش بحدهم في الدار. بالنسبة لي سينيفيل الفيلم هذا باش يعجبكم برشا خاطر غلي ديريكتومون افيك لو موند سينما. لي دو بيرسوناج مغرومين برشا بالسينما دونك فما دي ريفيرونس كو سوا في الرياليزاسيون والا في الكلام على افلام قدم كلاسيك. اون بلوس مالغري لي ريلاسيون ان بو بيزار في الفيلم نجمو فاسيلمون نحسو بيهم ونجمو فاسيلمون نحطو روحنا في بلاصتهم وفما دي نوسيون تاع فيلوزوفي في الفيلم حلوين دونك الفيلم تريب تاع ايموسيون وتريب تاع مخ. نوت تاع الـ IMDB 7.2 واكيد بالنسبه لي انا الفيلم يستحق اكثر برشا مينيموم 8.5 حاجه كيما هكاك. الفيلم السادس هو فيلم بحبك هادي ايوي هو فيلم تونسي في الليستة. الفيلم تبع قصة هادي اللي هو عنده une personnalité passif وعايش une sorte de crise existentielle. En fait حياته كل يقولوا له شنو لازم يعمل وديما يسمع الكلام مثلا امه حضرت له عرس تقليدي نهار كله هو يقارنه في بخول كبير الباس نتاعو ديما يستغل فيه والخدمة نتاعو ما يحبهاش دونك حياته خايبة شوية. في إطار هذا الكل يتعرف على طفلة في روتين اون انيماتريس والفرق ما بينات لي بيرسوناليتي ما بيناتهم هو اللي يخليه هو المي اون كيستيون حياته الكل. حاجة سبيسيال في فيلم نحبك هادي بارابور للأفلام التوانسة في العادة هو انه مبني على البيرسوناج ماهوش مبني على القصه ولا لي زاكسيون لي صايرو دونك كي نبداو نتفرجوا ليفولوسيون تاع البيرسوناج هي اللي تخلينا نقدموا في الفيلم. الفيلم ما فيهوش بلوت تويست كبير ولا في حاجه سبيسيال في البلوت بحد ذاته دونك سي ان فيلم اللي ان بو سنسيبل دونك هذاك علاه بتاخ برشا ما يحبوش الافلام هذوما وممكن حتى يتصنف من بينات الافلام الرومانتيك عند عباد معينين اما راهو الفيلم راهو طياره على الاخر ويتسمى با مهم على الاخر في السينما التونسيه دونك بالنسبه لي فيلم ماخونا 6.8 في ام دي بي اللي هي تتسمى حاجه انتريسون بالنسبه للفيلم التونسي مي باقي بالنسبه لي انا زادا يستحق اكثر شويه من هذاك عليه من الفيلم. الفيلم السابع هو فيلم انيماسيون اسمه سبيريت ذا ستاليون اوف ذا سينما. الفيلم عملته شركه دريم ووركس بيكتشرز وممكن هذاك عليه ماهوش معروف برشا على خاطر اكثريه الافلام الانيماسيون اللي نسمعوا بهم ياما ديزني ياما بيكسار ياما ديزني وبيكسار مع بعض. فيلم صاير في الويست وقت اللي اليو اس ارمي تحارب في الهنود الحمر باش تحتل لهم ارض. في الفيلم باش نتبعوا لافونتور نتاع سبيريت اللي هو حصان تولد وعاش في الطبيعه باش نشوفوا لي ريلاسيون نتاعو مع العبيد دونك باش نعيشوا الحرب هذيا على الهنود الحمر اتخافيغ لو بوان دو فيو نتاع الحصان هذاك. كان عندي دي ميساج حلوين برشا كيما مثلا حب الوطن ولا لاميتي ولا الحريه سي سكي في كو الفيلم يتسمى سونسيبل على الاخر. اون بلوس سي ان فيلم فاميليا نجمو يتفرجوا عليه كبار ولا صغار. انا واحده من الناس تفرجت فيها اول مره مع بابا ونتذكر اللي الزوز بينجوي دو على الاخر. سبيريت ماخونا 7.1 في الام دي بي مي بالنسبه لي انا زاد يستحق اكثر من نوت هذيا يستحق انه يتعرف اكثر على خاطرو فيلم دراماتيك انيماسيون وحلو. الفيلم الثامن هو فيلم ديتاشمنت وهو فيلم امريكاني مي ماهوش معروف برشا. فيلم يحكي قصة معلم معوض اللي عنده ان بروبليم دو ديتاشمنت معناها ما نجمش يربط روحه فاسيلمون بالعبيد. تعرف من بعد على اون ادوليسونت اللي يولي يتلهى بها وتبدلوا هي الكاركتير هذا اللي فيه. والغشاش كوتي بسيكولوجي في السيناريو صحيحة على الاخر وسي كلاغ اترافيغ ليفوليسيون تاع البيرسوناج. اللي مغرومين بلي فيلم دو درام واللي يعجبهم الافلام كيما جونغ ليان دو بروفيشنال الأكثرية باش يعجبكم الفيلم هذا. النوت نتاع الفيلم هذا في الـ IMDB 7.7 مي مالوغوزمون ما خداش برشا حظو في البروموسيون دونك ما تعرفش برشا. الفيلم التاسع هو فيلم تاتشت ويز فاير
C'est un film drame romantique américain où il y a une histoire de rage bipolaire qui t'arrive à la base de l'homme qui est un peu bas. La chose qui le film dans la liste est que la note est en IMDb 6.1. C'est une note qui est en l'autre, en tout cas, pour moi, je ne sais pas ce film. Ce qui me fait dire que l'histoire de romance que nous avec les personnages vif barsha, معناها le fait li huma sont deux personnages bipolaires يخليهم انهم يعيشوا les émotions à fond, que ce soit الحزن ولا الفرحه ولا الامور ولا الغش ولا مهما كان. Donc نحنا كي نشوفوا الريلاسيون اللي مبين دو بيرسوناليتي هكا نزيدوا نتعمقوا اكثر في الامور اللي في حياتنا العاديه. انا بطبيعتي جو سوي با الجونغ اللي نحب برشا الافلام الرومانس, مي نقدر افلام اللي كي تريت ليستوار نتاع الامور façon spéciale. Le film Reyes, qui est sûr, il traite l'amour de façon spéciale. Donc, mais il se jumelé à 7.1 minimum, عندي un film qui m'a fait 7.5 ou 8. Donc, je pense que ça va être un autre film. Et le film de la liste interne est Kid, presque 90% mais t'as qu'à l'intérêt, mais ne t'as pas fait, je suis en train. هو اسمه The Chump Scrabble. فلما نتفرج على الفيلم on dirait صاير dans un monde utopique, عبد الكل فرحانين وكل شيء محليه. مي effectivement الفيلم يلتخيط انه مش هذيك هي الحقيقة متاع العالم, فما حاجات مخبية واخرين وراها. مش معناها معناها في الفيلم هذايا باش نشوفه قديش العبيد وليت ما عادش يهمها في بعضها, ما عادش تسأل على بعضها, وما بسي تستخير روحك انك تعرف عبيد وتعرف حياتهم, mais en fin de compte تلقى روحك ما تعرفهمش. Donc société en fin de compte خسرت كل humanité اللي فيها ولينا جوست عايشين مع بعضنا هيك كبر. مانيش نحكي dans un cadre social كهو, نحكي même dans un cadre familial. Des parents ما يعرفوش حتى شنو صاير لصغارهم في وسط النهار. هذا كل يتحكي dans un cadre de comédie noire disons. En plus c'est un film indépendant. Donc باش يوصل فيلم indépendant ماهيش حاجة سهلة في أمريكا وفي العالم بصفة عامة. Malgré le film m'a reçu 7 sur 10 sur IMDb, كيف كيف بالنسبة لي أنا يستحق أكثر على خاطر un film qui traite معناها حاجة في social صاير طوى بالفاسون هذي, c'est quelque chose de spécial ou لازم يتشجعوا. كما قلت c'est un film indépendant donc لازم يتشجعوا donc تفرجوا فيه. Voilà, هذه كانت الليستة متاع 10 underrated films. كما قلت المرة اللي فاتت هذايا رأيي الخاص. Donc, كان عندكم فيلم اللي نورمالمون بالنسبة ليكم انتوما يكون موجود في الليستة قولوا لي عليه, سينون كان فما فيلم ماكمش موافقين انه يكون في الليستة كيف كيف قولوا لي عليه, عطيوني رايكم المهم خليو دي كومونتير, سبسكرايب كان عجبتكم للشان وبارتاجي. ا بيانتو.